اهلا بحضراتكم مره تانيه، ومعادنا مع نجم شاب مصري جميل ووش مصري، ناس من اول طله كده نقدر نقول دخل القلوب، يعني بدايته في الاب الروحي. وانا الحقيقه يعني ده واحد من الادوار ليه اللي انا بحبها بشكل خاص، لانها كانت انطلاقه ولكن انطلاقه صاروخيه. الفنان والنجم الشاب مهند حسني، مساء الخير واهلا بيك يا مهند. مساء الفل. يعني الحقيقه انا اللي مبسوط جدا ان انا موجود معاك. ده سعاده لينا. انا من معجبينك. العفو يا استاذ، العفو، احنا من معجبينك. الله يحفظك. الله يخليك. الله يخليك. اهلا يا مهند، منور. اسمح لي بس اقول لك في الاول الف مبروك. يعني السنه اللي فاتت والموسم الرمضاني اللي فات 2022 دي واضح الحمد لله، الحمد لله كانت موفقه جدا. يعني الحمد لله رب العالمين. احكي لي بقى، احكي لي عن 22 مشت ازاي. والله يعني مشت بملف سري. ايوه. يعني من الادوار اللي انا بحبها جدا. طبعا. ملف سري، بحب دور كريم. طبعا. انا شويه بميل للادوار اللي فيها تحولات، فيمكن انا بعد الطاووس لما جه ملف سري، الحاجات اللي جت بعد الطاووس ما حسيتش ان هي دي. انا شويه صبور، انا طول الوقت بقول على نفسي يعني ان انا مستعجل. صبور خالص، ما بحبش الاستعجال في حياتي في اي حاجه. الهدوء كده بيبقى حلو. فلما خلص الطاووس حسيت ان الحاجه اللي تيجي بعد الطاووس لازم تبقى مهمه. انا دايما بشتغل بطريقه الكيف مش الكم. عظيم. فاهمني؟ عظيم. فدي من الحاجات اللي انا بحب اعملها جدا. جه كريم، عجبني بقى كميه التحولات اللي موجوده في كريم، فقلت هو ده الدور اللي انا عايز اعمله. خصوصا كمان ان كان حظي حلو بقى ان كريم جه مع ناس انا كمان بحبهم. النجم هاني سلامه. المؤلف والمخرج والشركه اللي اشتغلت معاها، فكان بالنسبه لي في نقول ايه، محظوظ في الدور ده شويه. ما شاء الله، ربنا يديمها نعمه. امين يا رب. طيب الحقيقه المسلسل كان فارق جدا، يعني ملف سري كان دور كريم حلو، سمع مع الناس على السوشيال ميديا، طلع منه حاجات ولزمات وجمل. احكي لي عن الشارع وقتها واحساسك لما بتاخد الفيدباك كده او الاثر من الشارع ورد الجمهور. والله انا بشوف ان رد فعل الجمهور هو دي اكتر حاجه بتخليني عايز اكمل، او بتخلي الفنان عامه عايز يكمل. يعني الواحد لما بيجي يعمل دور اكتر حاجه بتسعده ان حد يقول له كلمه حلوه. ان رد فعل الناس يبقى حلو اتجاه الشخصيه اللي بتعملها، او يبقى الشخصيه معلقه بالسلب او بالايجاب مع الناس. يعني حتى لو انت بالسلب عامل او بالايجاب، طبعا يعني حتى لو انت عامل دور المفروض ان هو مكروه، لو علق مع الناس فده في حد ذاته ان انت مقصر فيهم. مثلا حماد في الطاووس، مثلا حماد في الطاووس المغتصب والاعدام والكلام، بالظبط بالظبط، علق مع الناس، علق مع الناس والناس كانت بتهاجمه. وطبعا انا يعني كحد بيجسد الشخصيه دي لازم اكون مرن ومستوعب ان الناس لازم تهاجم الشخصيه دي. يعني شخصيه زي شخصيه حماد ما ينفعش التعاطف معاها بكافه الاشكال. فبالنسبه لي لازم ابقى عارف ان انا هتهاجم وانا بعمل شخصيه زي دي. انت في الاخر قديش وانت ماشي في الشارع تقول لك ده كلام ماشي، ايه اللي انت عملته ده، ده انت تستاهل ما اعرفش. والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني مش بتضايق، بالعكس انا شايف ان الناس حقها تقول ايه عايزه، لان هي بتتفرج، انت بتقدم لهم في الاول في الاخر العمل. صح. صح. فهي في ناس هيعجبها وفي ناس مش هيعجبها. ولو الشخصيه مش على هوا الناس او شخصيه مش اخلاقيه زي حماد، فطبيعي جدا ان هي تتهاجم، تبقى في مشكله لو ما تهاجمتش. صح. فبالعكس الفنان الكبير استاذ حمدي الوزير مثلا اصبح ايقونه يعني في دور حماد يعني. بالظبط. فهي دي حقيقه من الحاجات اللي كمان بسطتني جدا، ان الناس اتاثرت مثلا بحماد، او ان هي علقت مع حماد واتكلمت عليه. فدي من الحاجات اللي كانت مخليني سعيد جدا بالطاووس. وانا بصراحه كمان فكره حماد، انا كبقى ممثل بعيدا عن اي حاجه، انا التحولات بقى في الشخصيه. صح. من بدايه حماد لنهايه حماد، دي بالنسبه لي بيبقى فيه كده، عارف انت لما يبقى عندك حلقه ويبقى في حاجات كتير هتتكلم فيها، فيبقى عندك شغف ان مزبوط. الحلقه دي بتعملها. انا نفس الكلام، خط الدرامي بتاع الشخصيه طالع ونازل وعمال يتحول. وانا بقى بحب انت الحاجات المركبه جدا برضو. وده حظي على فكره، يعني انا من البدايه ما كنتش قاصد ده. يعني طبعا اول دور بيجي لك انت بتروحش تختار، يعني طبعا. انت في جالك الدور ده هتروح تعمله. انا موافق جدا. فكان حظي جه في الاب الروحي كده. ان الاب الروحي ده قصه. ده هنجيبها. انت تقريبا كان في 1600 تقريبا مرشح. كنا عدد وجوه جديده، 1600 وجه جديد. جدا جدا. وبصراحه شركه فنون مصر كمان من الشركات اللي هي بتتبنى تقديم وجوه جديده. وانا كنت محظوظ جدا ان انا خدت الدعم ده في مسلسل الاب الروحي. كان نجوم. وكان بقى يعني كنا حوالي اللي دخل المسلسل كنا 16 حد، وهم ما شاء الله دلوقتي كلهم نجوم يعني، وانا بتعلم منهم حقيقي. لا انت نجم برضه. الله يبارك لك. الله يخليك. فالاب الروحي بالنسبه لي
حاجة حلوة في كل حاجة. أكيد. بداية حلوة في كل حاجة، شركة كبيرة اشتغلت معاها، كمان تعرفت على أصدقاء يعني فنانين جمال دلوقتي وأساتذة اشتغلت معاهم، فالأب الروحي أنا دايما ممتن ليه يعني. البداية عامة لازم أكون ممتن ليها طبعا. هنيجي للبداية طبعا أكيد، بس خلينا نشوف ملف سري. آه. ونشوف أحد مشاهد ملف سري، ولسه عندي أسئلة وعن علاقتك بفريق العمل، الكواليس، هاني سلامة، لأن الحقيقة المسلسل نجح يعني الحقيقة. فنشوف كده مهند في ملف سري، ونشوف الدور ده كمان برضو إزاي فرق معاه في اختياراته بإذن الله في الفترة اللي جاية. نشوف كده. مستأذن من عمرو بيه. طلع ما جاتش في حته خطر، احمد ربنا. حسابك تقيل معايا قوي يا يحيى. قوم انت بس بالسلامه وبعد كده نبقى نشوف موضوع الحساب ده. قول لي يا كريم، انت بتؤمن بالصدف؟ اه. ده انت جاي تلعب بقى. وماله؟ خلينا نتسلى شويه. انت اكيد زهقان برضه من الرقده بتاعتك دي. هات من الاخر يا يحيى. عايز ايه؟ عايز اقول لك ان مفيش حاجه في الدنيا دي بتحصل صدفه. يعني لما اكون مقرر ان انا ما اتجوزش وقابل اختك واحبها وتغير لي وجهه نظري تماما عن الجواز، ده مش صدفه، ده ترتيب من ربنا. ولما ادخل بيتكم والكل يحذرني منك وانت تحاول تستغلني وتستغل منصبي وانا صدك فتكرهني وتحاول تبوظ جوازت انا ونور، دي برضه مش صدفه. وان اكتشف انك قذر وبعت اختك علشان شوية حاجات ملهاش لازمة، مش صدفة. وان اضربك بالنار بالغلط فده يبقى عقاب ربنا ليك، لانك بني ادم حقير وكنت تستاهل الطلقة دي بدل ما تيجي في رجلك كانت جت في قلبك. ما ينفعش كده يا فندم، ما ينفعش كده. يحيى انا ما بعتش نور، نور مات بسببك انت. الصدفة بقى اللي انت بتتكلم عليها دي هي اللي ورطت نور مكانك، اللي كان المفروض يا يحيى يموت انت مش هي. والصدفة دي برضو هي اللي خلتني الاقي الالماظ اللي في ايدك ده في شنطة. شنطة نور نسيتها مع ريم صاحبتها. شنطة ايه؟ وريم ايه؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ معرفش. يوم العزا جات لي ريم قالت لي نور سابت الشنطة دي معايا. وريم الاقيها فين؟ كل اللي اعرفه انها سافرت بره مصر. عارف يا كريم لو بتحور عليا ورحمة ابويا ما هرحمك. عظيم. ضاف لك ايه انك تشتغل مع حفظ الالقاب هاني سلامه، مادلين طابر، نضال الشافعي وغيرهم الحقيقه من النجوم في ملف سري؟ والله يعني الشغل مع استاذ هاني سلامه ده ممتع جدا، يعني انا ممتن له جدا، ويمكن هو عارف قد انا بحبه، ويمكن بالحاجات اللي كانت بتخليني يعني طول التصوير عندي كده تشتت بقى. انا اصلا في الحقيقه بحبه جدا يعني معجبيه، فاهم؟ فان انا ابقى داخل المشهد برخم بقى عليه طول المسلسل، لان في نديه بينا طول ال 30 حلقه لحد اخر حلقتين اللي بنبقى صحاب فيها. صح. فبالنسبه لي كان بقى من الحاجات اللي مخلياني يعني عايز اخر المسلسل يجي عشان اتصالح معاه بجد في الحقيقه وفي المسلسل، فاهمني؟ فبصراحه بتفصل جدا، تفصل مشاعرك بره عن الشغل. ده كده كده ده الطبيعي. بصراحه الاستاذ هاني كمان من الناس اللي هي قلبها ابيض جدا. وانا انا دي بالنسبه لي من الحاجات اللي بتخليني سعيد وانا بشتغل. لما بتشتغل مع حد كمان بيدعمك، بيدعم كل فريق العمل، دي بتفرق. وخصوصا كمان يبقى مثلا عارف ان في ممثل شاب معاه فبيساعدك ان انت تطلع وتاخد خطوات اكتر، دي حقيقه بتخليني يعني اتعلم ازاي حتى التعامل الانساني مع الناس. فدي من الحاجات اللي بصراحه انا ممتن له فيها جدا يعني. هايل هايل. كان في مشهد الكفن، المشهد ده علق قوي مع الناس. فاحكي لي كده عن المشهد ده وملابساته، عشت التجربة دي ازاي؟ والله انا كئيب. ليه بس كده؟ عامه عايز اقول لك انا بمضي انا اشوف كآبه في الدور بمضي من غير ما افكر. والله العظيم جدا انا بقى عندي حب النكد يعني. جدا جدا ما اعرفش ايه الموضوع ده. انا بس الاقي انا اقعد ادور على الورقه الاقي مشهدين يعيطوا دموع، خلاص بقى ما تبصوش بقيه الورقه، هو ده انا همضي. فده اللي حصل معايا في ملف سري. انا اول ما قعدت كان استاذ محمود حجاج المؤلف، قعدنا بيشرح لي تفاصيل الدور. فالدور حلو، كريم بيجي عايز ينتقم من بطل المسلسل استاذ هاني سلامه على اساس ان هو قتل اخته، بعد كده بيظهر الماظ
بينسى اخته خالص وعايز ياخد على ياخد الفلوس كلها ويكوش على كل حاجه. لحد ما جه وقال لي على مشهد موت ام كريم. انا بالنسبه لي اول ما شفت ده ان هي بتموت بسببه وبيدخل بيلاقيها ميته بسببه طبعا انا خلاص رحت. طب بعدها قال لي لا ده لسه في بقى كمان المشهد اللي هتمشي بيه بالكفن وانت ماشي في الشارع وشايل الكفن. فالحقيقه انا بالنسبه لي اكيد ما ينفعش ارفض دور زي ده او ارفض يعني حتى لو انا هدخل المسلسل اعمل المشهدين دول بس انا بالنسبه لي كنت موافق جدا جدا جدا. فالحقيقه كمان ان انت تعيش احاسيس بني ادم غيرك بكل تفاصيله بكل حياته دي من الحاجات اللي اصلا بتخليني احب التمثيل. فكان بالنسبه لي كنت بصراحه عايز اعيش كل تفاصيل كريم بكل مراحله في ملف سري. عايز اقول لك ده يختلف عن تصورات السوشيال ميديا والجنس اللطيف على السوشيال ميديا اللي شايفينك الجان الوجه الشخصيه المصريه بس بمواصفات اجنبيه. فانت كده يعني هتخسر جمهورك اللطيف. لا والله خالص مش خايف من ده؟ لا انا عايز دور كفن ونكد ودموع والله. لا انا بشوف الممثل لازم يعبر عن كل حاجه. ما هي دي حلاوه المهنه خلي بالك. يعني انا بشوف ان احنا بنعبر عن الحب بنعبر عن الفراق حتى فراق الأحبة. يعني حتى لما بتيجي تعمل دور وبيبقى في مشهد بتسيب فيه حبيبتك أنا أحب أعبر عن ده أحب أعبر عن كل حاجة أحب أعبر عن الهزار والضحك. هي دي حلاوة التمثيل أكيد إن أنت طول الوقت بتعبر عن شخصيات غيرك. صح. فأنا بالنسبة لي مش حابب إن أنا أفضل مثلا أعمل أدوار رومانسية بس أو أعمل حتى على فكرة أدوار فيها دراما أو فيها حزن طول الوقت. لا بالعكس أنا عايز أعمل كل الأدوار وده اللي بيخليني زي ما قلت لك أنا عايز أبقى صبور جدا في كل حاجة بختارها. يعني ما أحبش إن يبقى في دور شبه التاني أو تحس إن أنت شفت لي ده نفس ده بالظبط. لا بالعكس أنا حابب طول الوقت إن أنا بعد عمر طويل اجي ابص على الحاجات اللي مثلا عملتها اكون سعيد بيها. ده هدفي على فكره من التمثيل ان انا ابقى في تنوع في الحاجات اللي انا عملتها. الحقيقه انا سعيد والله ان انا بسمع منك ده. والحقيقه انا كان لي شرف ان انا اتكلمت مع عدد من النجوم يعني الشباب فعندهم الفكره دي. دول يقول لحضرتك انا عايز يبقى عندي ارشيف من اعمال مش عايز استعجل عايز يبقى عندي عمل او اتنين او عشرة دايما يتعرض وابقى فخور قدام ولادي وقدام احفادي ان انا اشتغلت العمل ده. بالزبط. ده فكر الحقيقه عظيم جدا. بالزبط. مش فكره الترند مش فكره اشتغل كتير اتواجد كتير. لا خالص. بص انا هقول لك على حاجه انا ده اللي اتعلمته على فكره. يعني انا لما كنت وانا صغير اتفرج على الاساتذه والنجوم دلوقتي كنت اشوفهم بيقولوا كده وبشوفهم بيعملوا كده فانا اتربيت على ده من صغري. مين اكتر حد شفته عمل كده وقلت يا رب ابقى زيه؟ ده احنا نقعد نعد بقى يعني استاذ محمود عبد العزيز استاذ عادل امام استاذ احمد زكي طبعا اساتذه بقى قضات ودلوقتي مثلا هتلاقي استاذ كريم عبد العزيز واستاذ احمد عز. يعني تقعد بقى كتير لما تيجي تبص على ادوارهم تحس ان في اختلاف وحتى تبص عليهم وهم بيتكلموا في البرامج او بيتكلموا عن الفن لازم يتربى جواك حته احترامك للمهنه دي. انا ده اللي من صغري وحظي كان حلو ان انا اتعلمت ده وتربيت على ده من وانا صغير احترام المهنه اللي انا بشتغلها ايا كانت هي ايه. فده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي. فكره الترند يعني دي برضو من الحاجات على فكره مش عيب ان الممثل يشوف كل الحاجات التسويقيه ليه دي انا مش بشوفها عيب بس موضوع الترند انا بشوفه شويه ان هو شويه وبيخلص. اللي بيعيش اكتر الحاجه اللي الناس بتحسها بجد والحاجه اللي انت بتعبر عليها بجد للناس. انت لو عملت حاجه وفرقعت بس الناس ما حسيتهاش هتقعد يومين ثلاثه اسبوع شهر وبعدها هتتنسي خالص ومش هتبقى موجوده. صح. انا بفكر بالطريقه الثانيه شويه ان انا عايز افضل عايش مع الناس. انا اكون مبسوط جدا جدا لما الاقي حد بيفتكر لي مسلسل من 5 سنين وبيكلمني عليه او بيتكلم على مشهد الاب الروح يعني جدا يعني بالظبط وقد عائلي الحقيقه برضو يعني حاجه محترمه يعني. بالظبط. انا ازعل جدا لو عملت مسلسل عدى احس هنا ان انا اخفقت بقى ما عملتش ده لسه الحمد لله طول الوقت بحاول ان انا اختار الحاجه وانا شويه بمشي بقلبي برضو يعني مش طول الوقت بحسبها برضو بذكاء لا خالص برضو في شويه كده بمشي بقلبي وانا مؤمن جدا باختيارات ربنا يعني من اول عايز اقول لحضرتك على حاجه مثلا افتكرتها بخصوص الاب الروحي. قبل الاب الروحي انا كان عندي ايمان كبير جدا ان انا هطلع في حاجه كبيره جدا
ويمكن كنت مثلا انت كنت وقتها خريج اعلام ودي بقى يعني زميل يعني صعب جدا الاعلام خسرك يعني لا العفو لا ده يعني ده والفن كسبك اكيد يعني قررت انك تنقل من بعد دراسه اعلام تمثل وانا في الكليه انا عايز امثل بس الحقيقه انا برضو انا عشان طول عمري رياضي فما اعرفش ازاي امثل يعني انا بمثل بشكل مش احترافي طول عمري يعني سواء بقى مسرح مدرسه او الحاجات اللي هي البسيطه بس ان انا ازاي ادخل المهنه بشكل احترافي انا مش فاهم ما اعرفش برضو ازاي اعملها فكان بالنسبه لي الاعلام حمايه في نفس الوقت وبعد ما اخلص ابدا ادرس تمثيل وفي نفس الوقت وانا برضو في الكليه ابدا اشوف ايه المهنه محتاجه مني ايه وده بالظبط اللي انا عملته انا قلت لك شويه انا مش بجري خالص في حياتي ما شاء الله انت بتخطط بترسم لنفسك نقط ما هو ده على فكره الانسان لازم في حياته يرسم لنفسه نقط ما ينفعش البني ادم يبقى ماشي في الدنيا كده يعني انت لازم تبقى عارف انت عايز ايه طب الصدفه القدر القدر هو القدر. ده بيمشي على حسب ارادتك انت يعني ما هو الدعاء ده فايدته بس ممكن تبقى في يوم رايح مثلا تتعشى في مكان مع زملاء فبالمصادفه او قدرا تقابل حد يقول لك والله يا ده انا كنت بدور على دور انا كنت بدور على شخصيه دي نتيجه سعيك القدر بيتحدد نتيجه سعيك انت يعني انت اول ما بتسعى بتتعب بتعمل اللي عليك بتخطط كويس بتلاقي القدر بيمشي بناء على تفكيرك لكل مجتهد نصيب بالظبط يعني وليس للانسان الا ما سعى هي دي بقى الفكره انت بتسعى فربنا هيديك على قد سعيك وهيزيد من السعي كرم وده اللي انا وده كان ايماني على فكره قبل الاب الروحي يعني انا جت على فكره فتره قبل الاب الروحي بسنتين قررت ان انا مش هروح الاوديشنز ومش هروح اعمل كاستنج في حته انا ناقصني حاجات ما دام انا ما مثلتش يبقى انا ناقصني حاجات كتير جدا محتاجه اتعلم فبدات ادرس اكتر تمثيل بعدها بشويه بدات اسعى تاني وانزل تاني ولحد ما خدت قرار انا حاسس ان انا اول حاجه اعملها تبقى حاجه كبيره ومشيت ورا ايماني ده جدا ومشيت وراه لحد ما الدنيا لفت وعملت الاب الروحي وزي ما انا قلت قبل كده انا تقريبا قلت قبل كده مش انا على فكره اخر حد كلموه كمان في الاب الروحي اخر واحد في 16 اتصل بيه وكنت مبسوط جدا وحظي كان حلو والقدر كمان كان معايا في ان عملت دور عمار مظبوط لان انا اول ما قريت عمار على فكره انا اتخضيت منه وبعدين قلت هو انا اول مظهر هطلع بالمنظر ده يعني بقى يعني الناس الناس هتكرهني طول الوقت واول مظهر هفضل معلق معاه وكان دي على فكره عامله لي مشكله نفسيه جدا بيني وبين نفسي وخوف كبير لحد ما بصراحه شخص انا ممتن له جدا في حياتي استاذ رامي الجندي ده مدرب التمثيل وهو اللي رشحني الاستاذ ريمون مقار في الاب الروحي ودكتور بيتر مين قعدت معاه قال لي مدام الدور ده اللي جاي لك يبقى هو ده اهم دور انت هتعمله في الفتره دي وخليك مؤمن بعطاء ربنا ليك وكانت قاعده انا مش ناسيها لحد دلوقتي وعملت عمار لحد ما جينا في اخر الحلقه الـ40 اعتقد بدات الاقي الدور بيكبر بشكل انا ما كنتش متخيله صح وبعدين لقيت بقى ان عمار بيبقى من اصلا ابن كبير العطارين أيوة وابنه الوحيد فبيبدا يدور على مكانه بقى عايز حق اللي ضحك عليا وما كنتش اعرفه جدا الاستاذ محمود حميده طبعا يعني كان الاب الروحي واستاذ احمد عبد العزيز فكان بالنسبه لي بصراحه عمار العطار من الحاجات اللي انا يعني ممتن لوجودها في حياتي هحكي معاك بس بعد الفاصل عن استاذ احمد عبد العزيز يلا بينا وعلاقتك بقى معاه ايه والمشاهد اللي كانت بتجمعكم مع بعض ولما واجهته واتكلمته القصه دي كانت عامله ازاي وانك تقف قدام استاذ احمد عبد العزيز في اول تجربه ليك اكيد يعني ده الوريث فواقف قدام الوريث يعني طيب هنعرف ده بعد الفاصل من فناننا الجميل النجم وهند حسني بعد الفاصل ارجوكم خليكم معانا ناقصه صيغ انت تعملي كده في بنت المسكينه دي يوه جم راح يجيبها من عند جميله ده رحمها من ايدي انا كنت هجيبها من شعرها ومش هرحمها وليها بقى ربنا يهد الظالم المفتر يا رب حاجه النبي اهل بيته يا نهار اسود في ايه انت بتضي عليا في وشي واحنا في عيد انا قلت الظالم والمفتري انا جبت سيرتك خلي بالك بقى يا ابني ها نبه ناديه وفهمها طبع حماتها من دلوقتي ده لسه كلام يا بابا وبعدين بقى انا عارف ان ماما طيبه وبتعامل ناديه بالذات بطريقه مختلفه ايش جاب لي جاب
هجيبه ناديه بنت فضل الخولي للعرر دول. اذا كانت اماني ولا صبر اللي بالعين وبالحاجب دي ناديه. ناديه بنت اختي. على قولك وانت روحك في اختك يا حبيبتي. قول لك ايه يا راجل؟ ايه شويه زعل كده وروحوا لحالهم. صح، سحاب الصيف حاجه كده بتاعت 15 20 سنه. بقول لك ايه؟ روح طبق النيفه ابوك بيحبه، خليه ياكله ويملى بقه ويسكت. بس رايك بقى يا ماما ان بابا معاه حق؟ نعم؟ لا يا حبيبتي مش قصدي والله، بس مش معنى ان عمي طلبنا نروح له ان كل حاجه كده خلاص. يعني زعل وخصام سنين استحاله يروحوا كده. خصام وزعل ايه؟ الفتره اللي فاتت دي كان هيموت مرتين، مره انت انقذته ومره ابوك. هو بقى ممكن يكون ضميره صحي وقال لازم يرجع حقنا. جوازك من ناديه هيبقى هو البدايه، وكل ما نلم لينا حقنا هيرجع لنا. انا اللي هروح اجيب طبق النيفه بنفسي عشان املى بقي واسكت احسن. يابا الى النيفه. لسه لقائنا مع النجم الجميل مهند حسني مستمر، وده كان جزء من قيد عائلي. والحقيقه يعني اسماء كبيره، يعني استاذه العلاي الله يرحمه، مدام بوسي، الوريث النجم الاستاذ احمد عبد العزيز. وكنا قبل الفاصل بسالك يعني على دورك معاه في الاب الروحي وطلع ابنه والحبكه الدراميه، يعني ما كنتش تعرف ان هو ابوك طول السنين دي كلها وكان بيخبي عنك ظروف كده. كنت اعرف في الحقيقه كمان ان انا اطلع ابن. في الحقيقه بالظبط. يعني انا ماضي المسلسل ما اعرفش ان انا هبقى ابن. اتفاجئت في الاخر. اتفاجئت في المسلسل. احكي لي لما تشتغل مع نجوم زي دول، والواحد لسه ممكن يكون في بدايه المشوار شويه، تجربتك معاه ايه في التعامل مثلا؟ انا يعني لو ينفع نستخدم لفظ محظوظ، انا كنت محظوظ جدا في حياتي ان انا اشتغلت مع نجوم من يوم ما طلعت. يعني استاذ احمد عبد العزيز، انا كنت من صغري بقى بحب اتفرج على مسلسلاته كلها، البحار موندي مال والبنون. والمال والبنون، ابو زيد الهلالي مثلا. مين ما يحبش فاطمه ابو زيد الهلالي؟ طبعا. فكان بالنسبه لي بقى مفاجاه ان انا يعني شخصيه بالنسبه لي روسيه. طبعا طبعا، يعني ده هتخلينا نجيب حاجات كتير بالظبط يعني. فانا في ايدول يعني طبعاً. فانا نموذج في بالظبط. فانا يوم ما هاجي امثل بقى اكتشف ان انا هطلع ابنه، حقيقي كانت احلى مكالمه تليفون جات لي في الفتره دي كانت من الدكتور بيتر ميمي. انا ما كنتش اعرف ان انا ابن استاذ احمد عبد العزيز في المسلسل، لحد ما كنت نايم الفجر لقيت دكتور بيتر ميمي بيتصل بيا وبيقول لي انت هتبقى ابن سليم العطار. افرح. هو قال لي كده بالظبط. انا فعلا عايز اقول لك فرحت من قلبي. في بقى ذكريات، بقى ذكريات طفوله انت عشتها وحاجات مره واحده. اول ما هتيجي تمثل هتمثل مع شخصيه من اكتر الشخصيات اللي انت حبيتها في حياتك، فدي الحقيقه حاجه خلتني سعيد جدا 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 بالوقوف قدامه. كمان احترامه للشخصيه اللي بيعملها واحترامه للمهنه. الجيل ده ادى كتير جدا جدا للدراما يعني. صح. فحقيقي انا ممتن له جدا برضو استاذ احمد عبد العزيز حقيقه يعني. عظيم. كمان بقى مرورا بقى برحمه الله عليه استاذ عزت العلايلي. طبعا طبعا رحمه الله عليه اسم كبير وتاريخ كبير. طبعا طبعا طبعا. فانا كنت محظوظ جدا استاذ ابوسي يعني. بقعد اقول لنفسي كده يعني، بقول ربنا بيحبني ان هو بيختار لي الناس اللي انا بشتغل معاها. قيد عائلي بالنسبه لي من المسلسلات كمان ان الدور بتاعها غير التحولات، ان المساحه كانت بالنسبه لي تاني مسلسل تقريبا اعمله او تالت مسلسل حاجه، تاني سنه امثل كان قيد عائلي، كان 2018. اخد المساحه دي والتاثير ده في الدراما كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا الحقيقه يعني. والتعامل بقى مع استاذ تامر حمزه، استاذ تامر حمزه على فكره هو اللي اختار الشكل الكلاسيكي. هو اللي صمم عليه وقال لي انا عايزك تطلع بالشكل ده، لانه كان عايز شويه يخرجني من حته يوديني في حته تانية، خصوصا الشخصيات فيها تحولات كتيره جدا. فده كان اختيار استاذ تامر حمزه. كمان يعني استاذ محمد رجاء بقى في كتابته للتفاصيل بتاعه شخصيه احمد كان عنده ثراء كده في الصفات وفي الطباع بتاعه احمد. حقيقه قيد عائلي انا ببقى سعيد بيه جدا جدا. محطه مهمه جدا. أكيد جدا الحمد أكيد. لله. طيب انا كنت سمعت لك تصريح قلت من كام شهر، قلت ان بعد ملف سري ان هيبقى فيه مفاجآت وهعمل حاجات
يعني مفاجأة. كيف تقول كده وخلاص؟ لا 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 مش معقول. طيب ده خليني أسألك، طب أنت بعد نجاح مثلا ما شاء الله الأب الروحي بقى تفكر وتحدد وتخطط بعد كل مرحلة، طب بعد ملف سري إيه اللي اتغير في تفكيرك؟ إيه الحاجات اللي تقول لا أنا هركز الفترة الجاية على حاجات معينة في اختياراتي؟ والله أنا بسيب شوية الموضوع لتأثير الدور. يعني أنا بشوف، أنا عايز أشوف الدور اللي هيجي تأثيره هيبقى عامل إزاي في الدراما. أنا ده أكتر، على فكرة دي الحاجة اللي بختار الدور عليها. يعني أنا بشوف الدور مؤثر قد إيه، شوف الدور ده لو اتشال هيبقى هيحصل حاجة في الدراما ولا مش هيحصل. وزن الدور جدا ده بيفرق معايا. ما يهمنيش على فكرة، أنا قلت لك ما بشتغلش بالكم، أنا الكيف. أنا بالنسبة لي دي متعلمها طول حياتي، هو الكيف. الحاجة اللي هتيجي تعملها هتسيب أثر. يعني مثلا لو افتكرنا لحن الوفاء مثلا أستاذ حسن البارودي، طب شوف هو ظهر قد إيه. بس هو الفيلم كله. فأنا بالنسبة لي دي الحاجة اللي أنا بدور عليها. مش بدور بس إن أنا مجرد أبقى موجود كل شوية في المسلسل بس ما تفتكرنيش، بس ممكن تفتكرني من مشهد أو ممكن تفتكرني من تأثير الدور عليه. صح. فدي الحاجة اللي أنا دايما طول الوقت بحدد عليها اختياري. ده دي حياتي، دي في حياتي عامة. يعني مين الاسم الكبير أو النجم الكبير اللي نفسك تشتغل معاه؟ كتير في الجيل شوية، الجيل القديم يعني الجيل القديم تكلم زي أستاذ أحمد عبد العزيز، زي الأسماء الكبيرة اللي أنا الحمد لله يعني اشتغلت بالترتيب، اشتغلت مع أستاذ محمود حميدة، بس نفسي بقى اشتغل مع أستاذ محمود تاني بصراحة في حاجات يبقى فيه مشاهد بيننا، حاجة مشتركة أو خط يعني درامي يجمعنا، مشاهد يعني بيننا تجمعنا. ده للأسف ما حصلش معايا في الأب الروحي. ما تقابلناش غير مشهد واحد بس ما كانش فيه كلام بيننا، كان يمكن اجتماع. اجتماع بالظبط، حاجة كده اجتماع العيلة. أيوه مظبوط صح. فده كان اللي حصل في أبو روحي. نفسي اشتغل مع استاذ يحيى الفخراني جدا، يعني دكتور يحيى. انا كنت اقول لك انت تيب اعمال دكتور يحيى الفخراني. الله يا ده والله كان على بالي طبعا، ده حلم. يعني دكتور يحيى من المؤثرين بقى في الدراما، يعني كتير بقى نقعد بقى نعد بقى ونقعد نتكلم طبعا ونقعد نتعلم. يعني ونوس مثلا ده بالنسبه لي ايه ده؟ يعني ايه اللي طبعا بيحصل ده؟ في جيل على فكره كده لما بتيجي تتفرج على الجيل ده بتتعقد جدا ولا يعمل تحدي جواك؟ بس بتعقد برضه. انا صريح على فكره جدا. طب يعني انا معاك جدا بتعقد، ولكن هل ظروفهم في فتره السبعينات والثمانينات والتسعينات ملائمه اكتر ولا دلوقتي؟ يعني هل فترتهم كانت تصنع نجم بسهوله ولا دلوقتي الظروف والسوشيال ميديا تصنع نجم بسهوله؟ النجم الحقيقي موجود، يعني معاييره هي في كل الازمنه، النجم الحقيقي. بس مساحه التعرض دلوقتي اكتر، الانتشار مساحه التعرض اكتر، بس ده ما بيبقاش نجم حقيقي. لو احنا نتكلم على النجم الحقيقي، يعني النجم الحقيقي يعني اللمعان اللي بيحصل دلوقتي انت مش شايفه نجوميه. لا اللمعان، النجم الحقيقي هو اللي بيستمر. ده اللي انا اعرفه، ده اللي انا متعلمه. ممكن كلامي كله يبقى غلط، انا بقول على قد تعليمي الصغير. يعني بالعكس، النجم الحقيقي انا طول عمري بشوفها ان هو الشخص اللي على طول موجود، اللي سايب اثر، اللي ليه بصمه في كل حاجه بيعملها. النهارده سهل تبقى نجم وسهل الناس تشاور عليك عن طريق السوشيال ميديا، انك ممكن تعمل حاجه فتبقى تفرقع والناس كلها تتكلم عليك. بس صدقني لو هي حاجه مش ملمسه مع الناس، الناس مش حساها، بعد يومين ثلاثه هتتنسي وهيطلع حد غيرك هيعمل نفس الموضوع، وبعد يومين ثلاثه هيتنسي وهكذا. النجم الحقيقي هو اللي هيفضل عايش مع الناس، اللي حتى لو طلع فتره وساب اثر مع الناس ده هيبقى نجم حقيقي. فانا بالنسبه لي بحسبها هي دي النجوميه شويه. عظيم. ودي تربيتي على فكره، يعني دي الحاجات اللي انا اتعلمتها. وزي ما قلت لك من شويه، ده اللي انا اتعلمته من الاساتذه. يعني واضح البيت ما شاء الله ليه تاثير كبير في تكوين شخصيتك ما شاء الله. يعني اسره مصريه في قيم. تحياتي طبعا لاسره حضرتك، يعني فواضح ان تاثيرهم واضح عليك. هم سبب كل حاجه حلوه الحقيقه، يعني هم السبب في كل حاجة، ودعواتهم ودعمهم كمان. يعني بصراحة البيت عندي، يعني ان هو يدعمك في حاجة هو ما شافش منها اي كرامات. يعني انا في البداية عايز امثل، طب ما شافوش اي حاجة مني ان هم يساعدوني، ولكن هم بصراحة كان عندهم ايمان بحاجة انا مؤمن بيها. فدي من الحاجات اللي انا يعني بقول لهم شكرا جدا عليها. وانا بشوف شوية الاهل عامل اساسي في نجاح الابن، يعني في نجاح الفرد في الأسرة.
لو هم مش بيدعموا او هم مش مؤمنين بده هيبقى فيه خلل شويه. وانا كمان يعني ممتن لاسرتي ان هي عرفت فكره ان في جيل غير الجيل. يعني انا طبعي غير طبع الجيل اللي قبلي، بعد عمر طويل ابني هيبقى غيري وهكذا. فدي من الحاجات، ودي من الحاجات اللي الامام علي كمان وصى عليها يعني في التعامل مع تربيه الابناء، ان انت طول الوقت يبقى تتعامل مع ابنك باختلاف فكره وباختلاف الزمان اللي هو موجود فيه. المعايير والاسس كده كده ثابته يعني، صح. زي ما قلت لك من شويه، طبيعه الحياه متغيره بالظبط، طبيعه يعني. الحياه متغيره زي ما قلت لك، النجم معاييره ثابته، بس الاساليب ممكن تبقى متغيره في حاجات. دي اللي انا بشوفها برضو في التربيه، بشوفها في كل حاجه. أكيد. اسس احنا اتحطت في الدنيا ماشيين عليها، اللي بيتغير ممكن الطرق بس الاسس ثابته. ده والله 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 شيء عظيم وقيم ومبادئ راقيه جدا. ما اجمل يعني الحياه ان احنا نشوف نجومنا ونجومنا الشباب الحقيقه بيبقى تفكيرهم وقيمهم وتوجهاتهم في الحياه الحقيقه بالرقي ده يعني، بالقيم الراسخه دي يعني. فالحقيقه شيء عظيم جدا. ولازم اسالك على الجديد بقى، بتحضر ايه؟ واعتقد لسه رمضان لسه ما اشتغلتوش. لسه يعني، يمكن برضو شويه زي ما قلت لك، انا عايز الظهور الجاي يبقى حاجه مؤثره شويه، عايز اتمنى تبقى حاجه مختلفه، حتى حاجه يعني ما تبقاش جت في دماغي. يعني زي مثلا انا لما حماد جه، انا ما كانش في اعتباري في حياتي على فكره ان ممكن اعمل شخصيه زي دي خالص. انا نفسي الحاجه اللي اشتغل عليها الفتره الجايه وتظهر للناس تبقى مفاجاه لي انا شخصيا. يعني فاهم ان انا اتفاجئ اقول ايه ده، ماشي انا موافق جدا. كويس. لان في ورق بيستفزك كده، صح، ومن صعوبته يستفزك وتحس هو انا هعرف اعمل ده. هي دي بقى الفكره. عظيم. في الاختيارات ده اللي انا بحاول اشتغل عليه الفتره الجايه. بتقرا حاجات يعني الفتره دي؟ بس في حاجات انا بصراحه اللي ما بحسهاش بعتذر يعني. انا شويه برضو مش عايز ابقى صريح، انا مش بمشي برضو كله بدماغي وان انا بقعد افكر ولا في عايز اتواجد. لا بقى بقى من السنه اللي فاتت مفيش حاجه، ما بعملش كده خالص. مفيش بقى الكلام، مفيش. انا مستعجل خالص. بص، اصل انا مؤمن جدا بربنا في قدر. انا اللي نصيبي هيجي. انا الرزق ده بتاع ربنا كده كده، ده ما يمنعش ان انا اسعى واجتهد في حياتي واطور من نفسي وان اشتغل على نفسي. فده اساسي في حياتي كده كده، ولكن الرزق انا مؤمن وهيجي مضاعف. فده اللي انا على طول بشتغل عليه في اي حاجه، على طول بعملها. فدي تفكيري، ده تفكير. وعلى فكره يعني تفكيري برضو، عشان انا مش عايز برضو اتحط في حته يعني اكبر مني شويه، انا بني ادم خطاء جدا وعندي يعني عشان مين ومقتبل العمر يعني دي برضو حاجه. فانا بصراحه مش عايز اتحط برضو في حته تبقى كبيره عليا. انا خطاء وبحاول لحد دلوقتي اغير من نفسي. يعني عندي مشاكل كتير جدا في شخصيتي بحاول اشتغل عليها طول الوقت، مش عشان على فكره التمثيل. يعني انا في فتره مثلا مراهقتي كنت عايز بقى ان انا ابقى بشتغل ده عشان التمثيل، بس في مرحله وصلت لها، طب انا ليه اشتغل على ده؟ عشان حاجه، ما اشتغل عشان نفسي، شخصيتي، عشان شخصيتي. اكتر طبع عايز تغيره في نفسك ايه؟ انا كنت عصبي جدا وما زلت شويه، بس بدا يقل شويه. ساعات وبالذات بقى في السواقه عندي مشكله بصراحه. بتعصب جدا في السواقه. في السواقه عندي ازمه بجد. الستات بيعصبوك في السواقه؟ هو انا بتعصب من نفسي في السواقه. في بتعصب الزحمه بقى، انا الزحمه والكلاكسات، وبعدين بقى مثلا يبقى الدنيا زحمه وتلاقي اللي وراك تي طب انا عامل ايه؟ تقطير يعني، اعمل لك ايه يا ابني؟ فالعصايه بتحاول تتخلص منها. يعني دي بحاول اتخلص منها. لا في حاجات كتير والله، يعني اكيد عندي عيوب من هنا للسنه الجايه. ربنا يا رب يكرمك ويوفقك، وان شاء الله منتظرين باذن الله يعني. امين يا رب. ان شاء الله اعمال كتير ونجاحات ان شاء الله اكتر باذن الله. ملك كل التوفيق. الله يخليك. من الجميل الشاب المصري الخلوق المهذب الفنان وانا حسني، متشكرين جدا لوجودك معنا. شكرا على اللي مبسوط جدا. الله يخليك. شكرا لحضرتك. الله يخليك جزيلا. طيب استاذنكم نخرج لفاصل، وبعد الفاصل أرجو حضراتكم اللي بيحب روايات الرعب وقصص الرعب يقعد بقى كده يطفي النور شوية ويستعد معانا، عشان ضيفنا اللي جاي الكاتب والروائي الأستاذ عبد الرحمن دياب، نتكلم بقى شوية في قصص الرعب. فأدعو مهند لو يحب يكون موجود معانا، نقعد بقى نشوف عدد من روايات الرعب. الحقيقة الأستاذ عبد الرحمن دايما بيقول إن جزء كبير منها لو ما كانش كلها حدث بالفعل، شوية قصص رعب حلوة. بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا.